كابتن وائل، لو طلبت منك انك تقسم ال 90 دقيقه الاولى، يعني انت كمدرب بتقول للعيبه انا عايز اول ربع ساعه منكم كذا، تاني ربع ساعه كذا، الشوط التاني هنعمل كذا، لو هتقسم بتصور مثالي في تغيرات بتحصل في المباراه، هدف فيك هدف ليك بتحصل تغيرات، لكن لو انت ماشي بتصورات في خيالك وعايز تقول للعيبه تطبق، اول سيناريو يكون ايه؟ بص، هو عامه انت النهارده حتى لما بتيجي تدخل المباراه بيبقى ليك شغل معين انت عامله. يعني ممكن انا مثلا كمدرب اقول ايه، ربع ساعة الأولانية هضغط من قدام، هقفل بالظبط، ما خليش يبقى فيه تحضير، وبعدين أشوف الوضع إيه، هل أنا ممكن أقدر أقطع الكرة بسهولة؟ هل ممكن يحدث أخطاء في المدافعين لما أنا أضغط عليهم، ولا هم عندهم الثقة ولا وبيطلع بيها ففي مساحات بتفضى فتبقى مشكلة؟ تمام، لو لقيت إن في مساحات لا أنا أقول لك إيه، أقفل نص ملعبك تاني بدل ما تضغط من التلت الأمامي، لا أنت ممكن تقفل من نص ملعبك. ده سيناريو ممكن تيجي سيناريو تاني تقول ايه، لا احنا نقفل من نص ملعبنا الاول لحد ما نشوف هل هننجح في الحته دي ونفتح مساحات خلف خط الدفاع بتاع منتخب السنغال ولا لا. طب لو ما نفعش بتغير سيناريو تاني، ممكن انت تشتغل بقى ايه، ولا من نص ملعبك ولا من العشرين ياردة اللي هم اللي قدام، لا بتبقى على قوس الدايره اللي في نص ملعبهم، تقول ايه في الحته دي لا انا ببدا اوجهه عشان اضغط عشان اقطع وبعدين اطلع عليه. فدي على حسب بقى شغل مستر كروش، بس هو المشكله ان مستر كروش عودنا ان هو الدفاع 90 دقيقه، هي دي المشكله. هو شوف حتى كابتن زكريا فتحي قال لك هو ما بيغيرش السيستم بتاعه، هو بيعمل بلوك دفاعي بشكل كويس قوي وبيعتمد على الهجمه المرتده او الثوابت. ده فعلا اسلوب 90% من المدربين البرتغاليين الناجحين. ما هي بس هي دي مشكله، خد بالك، لان لازم تعرف حاجه، القماشه اللي معاك هل هتساعدك ولا مش هتساعدك؟ هتساعد ان شاء الله، خد بالك ان شاء الله. انا اتمنى خد بالك، بس انا بكلمك ايه، القماشه هي اللي بتخليك بتشتغل عليها. صح. انت النهارده هل القماشه دي مع الشغل الدفاعي اللي انت بتعمله هيشتغل كويس ولا مش هيشتغل كويس؟ خد بالك، لان في أمم أفريقيا الظروف خدمتك. لازم نقول إن الظروف خدمتك. أنت النهاردة ما أديتش بالشكل المطلوب، ضاع فرص من المنافس بشكل كبير، اتضغطت بشكل كبير، تمام. فتخيل بقى لو فرصة من دي دخلت، هتعمل لك دربكه بشكل كبير جدا. مش عايز ارجع لكاس الامم. انا بكلمك يعني فرص. بص انا بكلمك يا كريم بصراحه عشان ما نتفاجئش. لا مش هنتفاجئ ان شاء الله. كابتن زكي قال لك حاجه مهمه جدا، لازم نصدق نفسنا ان احنا نكسب. ايوه هو ده، لان خد بالك وده اللي انا قلت لك في البدايه، احنا لازم يبقى عندنا الثقه ولازم يبقى عندنا الهويه، لان الثقه قلت لك دي بترفعني من 40 ل 60 ل 70 ل 80، ودي نقطه مهمه جدا. صح. حتى انت لما بيبقى عندك الثقه وتصدق انك بتكسب، مستواك لوحده هيعلى، والاداء داخل الملعب هيعلى. احمد عارف الكلام ده. هو لعب في نادي الاهلي ولعب في نادي الزمالك، هو قاعد عليه فتره بيكسب الفرق اللي جايه له بالثقه، بس ان الفرقه دي جايه خايفه منه. انا نفس القصه لما كنت باخد بطولات، احنا كنا بنكسب الفرقه نازلين كسبانين لانهم حاسين ان هم خايفين. لو هم هاجمونا اكيد هنعمل حسابهم. ده كان بيحصل، احنا لعيبه داخل الملعب بنبقى هو نازل خسران منك 50%، فدي مهمه جدا. حتى ما تدينيش احق لك يا جمهور ان انا مش مصدق ان انت تكسب. لا، لازم انت الاول تصدق ان انت تكسب عشان انا ابقى وراك. صح. لان هرجع تاني في امم افريقيا، ما زعلتش مني. انا كنت بقعد مع ناس بتفرج معاهم مش مصدقين ان احنا ضيعنا هجمه، وده ببقى زعلان جدا وانا قاعد. تخيل. بس عارف يا كابتن اكتسبنا ايه؟ اكتسبنا الشخصيه. يعني منتخب الروح والقلب والعزيمه والاصرار. الروح ده حلو جدا، انا معاك طبعا. لا، ما الروح بعيدا مهمة عن الفنيات جدا. ده اللي وصلك. صح. يعني ان انت تلعب 120 دقيقه كابتن في اربع مباريات. صح. ومش باداء فني، باداء رجولي وبعزيمه.